مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هعمل لكم أنعم وأحلى وأجمد شاور جل من بواقي الصابون. مش بس كده، النهاردة هقول لكم لو عندكم بواقي صابون تقدروا تستخدموها في إيه. تقريبا كده 20 استخدام لبواقي الصابون من هنا ورايح، مش هترميها ابدا. النهارده الشاور جيل اللي انا هعمله لكم مش مجرد شاور جيل زي اللي بنشتريه من بره، لا ده منعم ومنظف عميق جدا للبشره، ملطف جدا، ممكن كمان يستخدموه الاطفال لانه ما فيهوش اي مواد كيماويه ولا ضاره ابدا ابدا، بالعكس ده احنا هنحط عليه مكونات هتخليه يعني احلى من احلى شاور جل ممكن تكوني اشتريتيه قبل كده. بينظف حلو جدا وبينعم البشره جدا ومغذي جدا للبشره، كل ده هنعمله من بواقي الصابون اللي انتوا شايفينها دي. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي. اتمنى تواصلوا دعمكم وانتسابكم للقناه. ويلا نشوف، انا جبت هنا دي بواقي الصابون اللي هي بتبقى البراوي اللي احنا بنقول عليها، اي صابون مش هتفرق، اي صابون بيزيد عنك زي الحتت الصغيره دي احنا مش بنستخدمها. فانا جبتها وحطيت عليها حوالي لتر ميه، كل كوبايه من براوي الصابون بتاخد لتر ميه سخن. اهم حاجه الميه تكون سخنه علشان خاطر الصابون اولا يدوب، ثانيا يعمل الكتله. الكتله اللي هيعملها الصابون دي هي اللي احنا هنشتغل بيها. عشان الصابون يتكتل معاكي بكل بساطة هنجيب بالمضرب كده او اي معلقة خشب ونبتدي ان احنا ندوب بيها الصابون كده بايدينا، عشان خاطر بس يبتدي ان احنا نفك الصابون ونسيبه. هيقعد قد ايه؟ يعني هنقول مثلا هنسيبه لمدة ساعة كده، وهنبتدي بعد الساعة دي نشوف الصابون بتاعنا اتحول لايه. بعد ساعة هتلاقوا الصابون بتاعكم اتحول لكتلة، ابتدى يتكتل ويتقل معاكم جدا جدا. انتوا كمان ممكن تلاقوه يعني لو سبتوه اكتر من كده هتلاقوه بقى زي الحجر كده، متلاقوش يعني. في كلا الحالتين هيبقى صح، انتوا ماشيين تمام، بس ممكن تكونوا سبتوه شوية كتار زيادة عن اللزوم. انا تقريبا سبته في حدود ساعة الا تلت كده يعني، او ساعة الا ربع، ما زودتش عن كده، ما كملتش الساعة، فكان لسه ما اتكتلش. هنبتدي ان احنا نفك بكل بواقي الصابون اللي ممكن تكون في الحلة من تحت تكون ما اتفكتش، وما تقلقوش اي حاجة هتستخدموها في الوصفة دي مش هيحصل اي حاجة، لا الحلة ولا المضرب ولا المعلقة ولا، كله هيفضل زي ما هو، لان باختصار شديد ده مش هيتفاعل مع اي حاجة خالص. وهنبتدي دلوقتي نضيف المكونات بتاعتنا. انا عندي هنا النشا، النشا من اهم الحاجات اللي بتنعم البشره وبتطريها وبتديها نضاره حلوه جدا. بجيب معلقه كبيره من النشا، بحط عليها ربع كوبايه من الميه وببتدي نقلبها طبعا على البارد، ولازم يكون الخليط بتاعي برضو بارد خالص علشان النشا ما تتاثرش ولا الخليط يتاثر. وهبتدي ان انا انزله كده واحده واحده بالشكل ده. النشا عايزه اقولك رهيب 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 للبشره، وال يعني بصوا بيدي نضاره حلوه جدا، بيشد البشره من التجاعيد. وانا عملت لكم قبل كده ماسكات حلوه للبشره، وان شاء الله هنزل لكم الفتره اللي جايه شويه ماسكات حلوين جدا للتجاعيد والحاجات دي، كلها من المطبخ مش حاجات نشتريها من بره، وحاجات من جوه البيت مش هنشتري اي حاجه خالص. وهنبتدي ان احنا نقلبهم بالشكل ده خالص كده لحد ما يدوبوا جدا جدا. وهنبتدي نضيف المكون التاني اللي هو مية الورد، وطبعا كلنا عارفين اهمية مية الورد لنضارة البشرة وتغذيتها وتنعيمها وتنظيفها. مية الورد تعتبر تونر كده، او احنا بنعملها كأنها تونر كده للبشرة من غير اي حاجة خالص، وبندخلها تقريبا في 75% من وصفات البشرة. هنجيب دلوقتي اي معطر يكون عندي، معطر جسم او سبلاش او اي بيرفم يكون عليه زيت عطري مثلا، اي حاجة تكون عطرية عشان ان انا انزلها في الشاور ده، بياخد الريحة عشان يشيل ريحة
الصابون ويحط ريحة الشاور. يعني مثلا انتم ممكن تجيبوا ريحة اللافندر، ريحة الياسمين، اي ريحة تكون عندكم بتضيفوها. ونبتدي بقى دلوقتي نجيب اللون بتاع الشاور. عشان ندوب اللون بتاع الشاور بنجيب معلقة من زيت الزيتون او معلقة من اي زيت، زيت لوز مثلا، زيت مغذي للبشرة، اي زيت يكون عندك بتضيفي عليه معلقة لون، لون الطعام، وبتبتدي ان انت تقلبيها. انا اخترت اللون البينك، تقدري تختاري اللون اللي انت عايزاه. هو اللون ده طبعا مش هيأثر على اي حاجة، ده لون احنا بنحطه في الاكل، يعني ما فيش مشكلة ان احنا نحطه في الشاور جيل. وهنبتدي نقلب لحد ما يبدأ معايا لون الشاور جيل اللي يبقى باللون اللي احنا عايزينه. انا اخترت اللون ده بالنسبة لي خلاص بقى مثالي، مش اكتر من كده. يبقى انا كده حطيت في الشاور جيل نشا، حطيت زيت عطري، حطيت لون، وحطيت طبعا مية الورد، وبدأت ان انا اقلبهم كويس جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الشاور جيل هيبتدي يتقل معايا، كل ما يتقل شوية بضيف شوية مية لحد ما اوصل للقوام المظبوط. الناس اللي بتسألني هو ليه بعد ما بنحطه في الازايز بيحجر، هو بيحجر علشان خاطر حاجة واحدة بس، انتي ما زبطتيش ايدك في الكثافة بتاعت الشاور جيل. يعني بس انتي وصلتي للمرحلة دي وبعد كده عبيتيه في ازايز، فبالتالي هو لما دخل الازازة نشفت منه المية وحجر. لكن الصح تعملي ايه؟ الصح انك انتي كنت سبتيه شوية كمان تاني، مثلا ساعة تاني، لحد ما ابتدى يظبط القوام بتاعه، وبعد كده تضيفي مية على حد ما يبقى القوام اللي انت عايزاه او زي اللي انت بتشتريه من بره. طبعا الفوم اللي بيبقى من بره ده هيهدى خالص، يعني مجرد ما انت تحطيه في الازايز هيهدى، وهوريهولك اخر الوصفة هيبقى الطبيعي يعني العادي جدا. انا سبته كده بعد ساعة، وبعد ساعة هنبتدي ان احنا نشوف الرغوة بتاعته ابتدت وصلت لحد فين، وكمان القوام بتاعه وصل لحد فين. معلومة مهمة كمان تعرفوها عن الشاور جل، الشاور جل ممكن تضيفيله مش بس زيت عطري، ممكن تضيفيله كريم او بلسم اللي انت بتحطيه لجسمك. على فكرة لو عندك مثلا بلسم ممكن تحطي معلقتين من بلسم الشعر او بلسم الجسم، او مثلا لو عندك كريم مغذي للبشرة ممكن تحطي معلقة كبيرة. على فكرة هيفرق جدا جدا في قوام الشاور جل، وهيخليه معاكي جميل جدا جدا. هنجيب ازايز عشان طريقة حفظ ازايز تكون مجففة ونظيفة جدا ما فيهاش اي ريحة، ونعبي مثلا عن طريق قمح او عن طريق اي حاجة تدخل في الازازة. ودي الكمية اللي انا عملتها من الشاور جل، طبعا رائع رائع جدا جدا. بنسيبه طبعا يهدى خالص، الفوم ده بيهدى بعد تاني يوم تقريبا، تاني يوم بتلاقي الشاور جل بقى زي اللي بنشتريه من بره. مش بس انا عايزاك اوريكم القوام بتاعه، وشايفين القوام تقيل جدا برغم ان انا خففته، بس برضه تقيل جدا جدا، لانه طبعا معمول في البيت ومش مخشوش، ما فيهوش اي حاجة، وطبعا مش مضر، وتقدر تستخدميه ليك ولولادك، ما فيش اي مشكلة خالص خالص. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناة، واستنوني في وصفات كتير الفترة اللي جاية ان شاء الله. اعمل لكم ماسكات حلوة للبشرة والشعر، وكمان ان شاء الله ناوية اعمل لكم شامبو حلو جدا جدا بجهز فيه، وهنزل لكم الوصفة قريب. ده غير بقى وصفات العناية بقى بالبيت تنظيف كل حاجة جوه البيت، كل ده هتلاقوه في قائمة تشغيل البيت. أتمنى بقى الوصفة تكون نالت إعجابكم ورضاكم. تحياتي ليكم، وأشوفكم دايما يا رب على خير قريب.